السؤال هو كما حكيت لك سنه 2021 كان فيها عدد كبير من الاحتجاجات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي عرفتها برشا مناطق في تونس، فحبيت نسالك الى اي مدى كانت العوامل البيئيه او التغيرات المناخيه كان عندها دور في الاحتجاجات هذه اللي عرفتها تونس؟ كما قلت لك أشرف، الاحتجاجات خذت تشكيل مختلفة، هي معناها انعكاس الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي موجود في تونس، وحقيقة معناها اللي تونس قاعدة تتخبط في أزمات اجتماعية للأسف متواصلة، معناها ما زلنا ما لقيناش حلول مستدامة لهذه المشاكل، معناها كلها حلول ظرفية ومسكنات للوضع الراهن. ومن جانب آخر معناها كيف الوضع الاقتصادي قاعد ينبأ بخطر، معناها تدريجيا المؤشرات كل قادة تحمار، ما خرجناش من مرحلة الخطر، وهذا اللي خلى ينعكس مباشرة على العديد من المجتمعات المحلية والعديد من شرائح المجتمع اللي خلتهم يتحركوا في جزء كبير من تونس. شفنا اضطرابات أو احتجاجات أو غلق طرق، المطالبة بالعمل، المطالبة بالبنية التحتية، المطالبة بالأمن، بالمطالبة بالمياه الصالحة للشارع، بالمطالبة بالكهرباء، بالمطالبة كذلك بالحماية والتصدي للحرائق المفتعلة. شفنا كذلك مع بعض التحركات الاجتماعية وبعض الاحتجاجات المرتبطة بالوضع البيئي، واللي هذا ما نقولوش جديد لكنه جديد في مستوى تحريكه لشريحة كبيرة من الناس اللي كنا نتصوره اللي هو معناها ميدان نخبوي بالأساس، الآن بات يستقطب جميع الشرائح دون استثناء. وهذا اللي حقيقة اللي حلين بينا نفهم الموضوع ونركزوا معه، شنيا اللي صار باش مكان نخبوي ولا معناها عام، موضوع عام، معناها اللي قادر مواضيع كما هذه قادر تحرك الشارع. المواضيع المناخية اللي كانت قبل يستحيل كان تجمع أكثر من 5 أشخاص في احتجاج أو في عريضة، الآن معناها ولات من السهل تحريك الألوف من الأشخاص، معناها المطالبة بحقوق أو أبجديات بعض الحقوق، حتى ولينا تطورنا في المطلبية، ولينا نحكيو على الحقوق المناخية، لهذه معنى مصطلح جديد، مصطلح في الأدبيات الاجتماعية اللي قاعد يطفو تدريجيا، قاعد يندرج ضمن فئة سابقة من الحقوق هذه، وهذا اللي خلينا نرجو التطور نوعا ما في مدى وعي جزء كبير من التوانسة ومدى مسؤوليتهم وعلاقتهم باللي قاعد يصير. لكن الأخي أشرف اللي معنى مش مؤشر صحي هو اللي معنى بشرعه الناس قاعدة تتحرك على وتكثر المظاهرات أو المطلبية في المجال البيئي، معنى مش مؤشر صحي بالكل، معنى لأن هذه مش مش تحركات اجتماعية مساندة، هي لا معارضة، هي مطالبة، وهذا معنى يعكس معنى نوعا ما هناك تخبط أو هناك انخرام أو هناك تفكك للمنظومة البيئية في تونس اللي يخلي الناس هذه تتحرك. نعرف اللي في تونس في سنوات مضت يعني وقتها خرجت حملة وين البترول وكل شيء، علاش حسب رأيك ديما ينظر لاستخراج الموارد الطبيعية في تونس خاصة البترول مثلا ولا غيرها على أنه استمرار للحكم الاستعماري؟ ديما ثم تخرج الشائعات يقول لك وقت اللي قص البترول في تطاويل معناها فقد في فرنسا ولا في أماكن أخرى، هذه معلومات مش صحيحة، لكن علاش ديما في المخيل التونسي أنه الاستخراج متاع الموارد الطبيعية ديما هو استمرار متاع حكم استعماري متاع 60 سنة التالية؟ شوف، هو ما فيش دخان ما غير نار، نجموش نطعم في الفكرة ككل وما نجمش نساندها ككل. علاش معناها الفكر الاستعماري مازال موجود؟ لأنه هذه الشركات أو الأسباب وجود الأوروبيين في تونس في أواخر القرن 19 والقرن 20 كان استغلال الموارد الطبيعية أو الجانب الاستعماري. الجانب الاستعماري هو بالأساس اقتصادي وثقافي وتوسع. أثم الشركات أو منشأ هذه الشركات يوحينا بالفكرة هذيك، معناها عدم شفافية المعاملات أو الإنتاج أو استثمار العائد المالي لتلك الشركات يخلي من المواطنين التونسيين الانخراط في نظرية المؤامرة، يعني في أموال تونس ترقد على بحر من البترول. صحيح عنا موارد، صحيح عنا شركات، وصحيح عنا البترول، لكنه موش بوفرة اللي نحكيه عليه، موش بوفرة بشقد في دار تشيك شهرية. سي حمدي، نحن نقترب من سنة 2022، حسب رأيك
هي أهم الملفات الحارقة اللي تواجه تونس في علاقة بالتغيرات المناخية أولاً، وزادها في علاقة بالطاقات المتجددة وحلم معناها توليد الكهرباء بنسبة 30% بحلول سنة 2000. مناخيا لتونس، نحن ككل دول العالم قاعدين تحت وطأة التغيرات المناخية. المشكلة التغيرات المناخية قاعدة تاخو في ريتم اكسبونونسيال، معناها اللي حتى البريدكشن نعملوا فيهم أو التوقعات ما يجم يصير مش قاعد يصير بنفس الطريقة اللي قاعدين نفكروا فيها نحن. لا، هذا الأمر قاعد يتطور تدريجيا، ماشي في نسق خطير، ونقولوا خطير معناها مش خطير بتاعش نقولوا شلة لاباس، خطير بتاعش حذرنا، والإجابة تكون ما حذرنا حتى شيء. كيفاش نتصرفوا، كيفاش نتعاطاو مع الموضوع هذا، مازال معناها مبهم، مازلنا نتعاملوا مع التغيرات المناخيه في النزول، مازلنا نتعاطاو معها باستراحه قهوه بوست كافيه، مازلنا نتعاطاو معها اطار معناها تقريبا ما يعني حتى شيء للواقع. تصير عشرات الندوات كل عام في أفخم النزول التونسي للحديث عن التغيرات المناخية، لكن كيف نترجم كالندوات الفخمة بالاستراحات القهوة الفخمة بالإقامات الفخمة على أرض الواقع؟ نتائج قليلة وقليلة جدا. هناك حشر كلام كبير حول استراتيجية وقانون وخطة و و و و و، لكن ويني شعملنا حقيقة؟ ما عملناه تقريبا هذا كله ما يترجمش الى حاجه ضئيله جدا. وين ممكن تنتهي هذه التحركات؟ هل ممكن تنتهي بقصه نجاح سياسي، بقصه ممكن صدروها للخارج؟ هل هي ممكن تنتج مشكل جديد؟ هل هي ممكن تعطينا صوره مخالفه للتونس اللي اعتدناها؟ هل هي ممكن تحرك حتى اضطرابات ما بين المناطق؟ لانه يعني شفنا معناها ولات تقاذف للنعوت او المعركه كلاميه بين المناطق، معناها ما بين منطقه صفاقس والمناطق المحيط بها، معناها ولينا توانسه في بعضنا. معناها هذا مش هذا المطلوب، المطلوب نرجعوا على حلول. شنو هي الحلول؟ كيفاش نحلوا مشكله النفايات هنا بشكل اساسي؟ في الصيف حكينا على مشكله الغابات ولا مشكله حرق الغابات، مشكله التحوز على الاراضي الفلاحيه، مشكلة البناء على الشواطئ. فهناك العديد من المشاكل. تونس صغيرة مساحتها، لكن المشاكل تقريبا مضاعفة أضعاف المساحة، ومعناها كل ما توجدت خطوة نحو التنمية إلا تترافق معها مشاكل بالفساد أو باختراق وتوفير أجواء مغايرة اللي اعتدنا عليها. وهذا معناه للأمور عن توجهي كما يكون توجه، لأنه هنا الفرق ما بين المجتمع التونسي في 2011 و2021، يعني عندنا مجتمع مدني رغم عندي عديد من المؤاخذات، لأنه مجتمع مدني رومانسي، ديما نقول كلمة رومانسي لأنه بعيد ومفصول على الواقع، بعيد وحالم بعالم لا يمكن وجوده، ممكن وجوده في ديزني لاند لكن غير موجود تطبيقه في الواقع، لكن يبقى مجتمع مدني قوي، مجتمع مدني شرس حتى وإن كان معناها غير مؤطر لكنه شرس وقادر على التأثير وقادر على إيجاد توجيه الرأي العام.